وسبتهم هم اللي انا عارفه ان مستر جوزيه هو اللي كان مصمم ومصر على انضمامك لنادي الاهلي. بالظبط. ايه طبيعه العلاقه بينكم؟ كانت ازاي؟ اتعلمت ايه منه؟ يعني انا قبل ما اروح النادي الاهلي كان كابتن عادل الكيائي قال لي مستر جوزيه عايزك عايزك بالاسم، يعني هو محتاج النوعيه بتاعتك يعني. فقلت له خلاص انا تحت امر النادي ودخلت النادي. طبعا الراجل ده يمكن ما لعبتش معاه كتير لكن من افضل المدربين اللي انا شفتهم في حياتي. ايه مختلف فيه يا كابتن؟ شخصيته، شخصيته قويه جدا فوق اللبس. بيدير النادي كله. يعني ايه بيدير النادي كله؟ يعني محيط بكل الامور اللي ممكن تعمل الايجابيه والسلبيه. ما بحبش اي امور داخليه تبقى تاثر على الفريق. في مسيرته ماسك اوضه اللبس بشكل كويس، ما فيش اي مشاكل. قد ايه شخصيته كانت قويه على اللعيبه. تمرينه كان كويس جدا في التكتيك، يعني كان بيحفظنا تكتيك او خطط هجوميه على طول. يعني انا كنت اوقات بشوف ان احنا كنا اوقات بنكسب جون او اتنين وبيبقى زعلان، فقد ايه كان رغبه الفوز عنده كبيره قوي. فكان مختلف يعني. ده فاكر له موقف بعينه ليك معاه؟ يعني في اول ما جيت اول تمرينه كان بيعمل لنا خطه كده هجوميه يعني. فانا ما كنتش عارف اعملها. كانت جديده بالنسبه لي يعني، او اول مره اشوفها يعني، اول مره اتمرن. فكل شويه يقف التمرين ويقعد يجي يكلمني ويقول لي لازم تعملها، وانا يعني قعدت حوالي مثلا 10 دقائق كل ما اجي اعملها لحد ما قعد معايا بعد التمرين وخلينا عملت التمرينه دي. يعني قد ايه هو في حاجات صغيره لكن هو كان شايفها ان هي كبيره، واستفدت منه بصراحه كمدرب يعني، مدرب خططي بشكل كبير، وشخصيته يعني افادت لعيبه كتير مش انا بس يعني.